السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الحلقة الثالثة من برنامج يوم من حياتنا. هاد الحلقة هذه يعني غتضمن يعني العمل الجمعوي والعمل التطوعي. مشينا عند إفرا الأطل الصغير، زرنا هاد المنطقة هذه، هاد المنطقة يعني الرائعة بالخضورية ديالها وبالمزايا ديالها كاملين. الناس جمعويين رائعين، كان الاستقبال في المستوى. كنشكروا العداء المتسابق الأول اللي فاز بهاد الجائزة هذه ديال الايباد، وهذا كيدل على ان كانت جوائز يعني قيمه، وكنشكروه لانه هو اللي استقبلنا وبالاستقبال ديالو التكريم ديالو الله عز وجل حقق ليه الفوز. كنشكروا عاوتاني الاخ جمال الاصبر على الاستقبال ايضا داخل هذه الواحه. المهم نخليكم مع هذه الحلقه هذه وسلام الله عليكم. الاستعداد الكامل للسباق. اذا حنا غادي نديروا التغطيه يعني ديالنا، يعني ولا بدا يعني من التضحيه، لان كاين في هذه السياره هذه دابا، ولكن ما كاين حتى مشكل. يعني خصنا نجدوا اللقطات الرائعه للمتسابقين، وشكون الاول وشكون يعني باش يكون هنا يعني توازن بين يعني الافراد، يعني كما تشوفوا بعد هذا الفيديو هذا. شكرا. إذن بعد ما عطينا يعني بعض المواصفات عن المتسابقين اللي تسابقوا، اللي جا الاول والثاني والثالث، كما قلنا لكم ان الاول ما استطعناش نهضروا معاه لانه كاين في واحد الحاله يرثى لها. الان غادي نمر مباشره عند احد يعني المنظمين لهذه يعني المبادره يعني الطيبه، واحد اعضاء هذه الجمعيه، وغادي يقول لنا كيفاش يعني بدا وكيفاش عطاوا لهذه الجمعيه هذه في داخل إفرا الأطل الصغير. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للمشاركين في هذا السباق الذي وصل عددهم إلى 60 متسابق، وعرف تسجيل رقم قياسي في نسخته الأولى 12 دقيقة 48 ثانية. جمعية مزان الخير للتعريف فقط، جمعية مزان الخير أسست منذ عام تقريبا
انتهت ولايتها عامها الأول في الشهر الثامن من 2014، وهذه الجمعية تنظم أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية. الكاتب أيضا ديال الجمعية غادي يعطينا يعني كيفاش يعني هذا النشاط هذا يعني نظموه ليه وكيفاش سهروا عليه حتى وصل هكا وبهذا النجاح هذا في يعني على ما أظن في بادية أطلس يعني إفرا الأطلس. اولا كنشكروا العبور تي في على الحضور ديالها لتغطيه هذا النشاط اللي كتنظموا جمعيه مازن الخير اليوم بامسرة يعني بإفران الاطلس الصغير. النشاط جاء بمجهودات جباره ديال اعضاء جمعيه مازن الخير والمجهودات ديال الساكنه ديال دوار تيغردين والساكنه ديال امسرة وبمجهودات وبالمساهمه ديال لي سبونسور اللي فيهم اتصالات المغرب والجماعه ديال افران اطلس الصغير وكلوب زيري كرياسيون هما اللي ساهموا في اقامه هذا النشاط. بعد ما يعني اخذنا وطلبنا بزاف يعني اعضاء ديال الجمعيه باش يحضروا لنا المتسابق الاول، ها هو الان في القفضه ديالنا كما كيقولوا. اذا هذا الاخ هذا يعني شارك بعده يعني سباقات يعني جهويه في كنقول جهويه، اذا كتشتمل يعني الاقاليم يعني من قلميم يعني حتى نقولوا تاع اكادير، المهم من تحت للداخله. اذا هذا الاخ هذا على ما اظن قال لي يا ودي انه كيبغي يشارك في مهرجانات وطنيه لكن العجز المادي ما كيخليه، وهو دابا الان هو اول واحد دخل في هذا السباق هذا وبغينا يفسر لنا اكثر باللسان ديالو حسن. السلام عليكم. هي شاركت في عده سباقات منها سباق تيزني تحت المركز الثاني مثل النادي ديال فتح الرباطي تشيرا النوادي من تشيرا والنوادي من تيزنيت وباب الصحراء حتى المركز السادس. شاركت في ثلاث سباقات استكشاف واحد افران اطلس الصغير، واحد السباق الدوره الاولى حتى المرتبه الثالثه، الدوره الثانيه حتى المرتبه الثانيه، الدوره الثالثه حتى المرتبه الاولى، وبغيابي في الدوره الرابعه والدور الخامس ان شاء الله نهار 11 اكتوبر غنكون ان شاء الله حاضر في هذه الدوره. اذا كما قلت لي قلت كتلقى واحد الصعوبات يعني واش عندكم جمعيات هنا كنقولها وكنعاود هذه الجمعيات هادو اللي كما قال لي احد الاصدقاء ديالكم انها كاينه 70 جمعيه، واش هذه الجمعيه ما كاينه فيها حتى وحده كتدعمكم في هذا المجال الرياضي؟ والو ما كاينش شي دعم ديال في المجال الرياضي، ما كاينش شي دعم والو. ما كتفكروش تنظموا جمعيه ديالكم ديال راسكم ديال الشباب ديال الرياضي بوحدو؟ على ما اظن هذا كفكره والله اعلم. غياب التفاعل ديال الدراري كيبغيوش يتعاونوا بيناتهم، ما بغاوش يتعاونوا بيناتهم. هاد المره هادي ما غاش نقولوا ان الجمعيات اللي كتكون فيها الديفو مع اللقطه الثانيه ديال المواهب داخل قلميم فين قال لك ودير الجمعيات ما كيوفرونياش، لكن هنا الديفو ماشي في الجمعيات بل في الناس ديال هاد المنطقه هادي ما كيتعاونوش بيناتهم. واش غادي نلقاو شي حل شي يوم يعني او شي نهار ولكن ما عرفنا، لكن كل اللي بغى يخدم وكل اللي ما بغاش يخدم كل اللي كيدير جمعيه على حسب الماديات فقط، ويعني باش تجي المنحه سنويا يعني وياخذ يعني من مؤسسه يعني الماديات، ولكن مازال ما عرفنا حنايا واش الشباب ولا الجمعيات. هذه هي المقارنه. وشكرا لكم وشكرا للمتسابق الاول وهنيئا لك. اذا اطفال من ابناء هذه المنطقه ايضا يعني شاركوا بالرقصه ديالهم، شكون اللي علمكم هذه الرقصه هذه وشكون اللي كان مسؤول عليكم؟ وها تعلمتها بالثانويه ولا بشي جمعيه؟ لا تعلمناها في المدرسه. والاستاذ اللي علمها لينا هو ابو بكر، سميتو ابو بكر السلمي. شحال ديال المده دات لكم هذه الرقصه هذه باش تعلمتوها؟ 3 ايام. باش تعلمتوها بالزربه؟ بالزربه. Thank you.
اذا في اثر يعني الانتهاء من البرنامج ديالنا جينا في اللحظات الاخيره مع رئيس الجمعيه اللي سهروا على هذا الحفل هذا وسهروا على هذه التظاهره الكبيره بمدينه ماشي مدينه بها قريه ولكن المدينه غادي نقولوا بالحضاره ديالها وبالتراث ديالها. معنا رئيس الجمعيه اللي هذه الجمعيه تاسست منذ عام وقدمت مجموعه ديال الانشطه لهاد القريه هذه وغادي يقولوا لنا كيفاش واستعدتهم يعني الظروف والسلطات يعني والمسؤولين داخل هاد المسؤولين على هاد المؤسسات هادو واش لقيتوا شي صعوبات ولا لا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم هذا النشاط جاء كبادره اولى كسباق تتخلو مجموعه ديال الانشطه الثقافيه والثقافيه وداخل منظومه رياضيه وسباق في النسخه ديالو الاولى. جمعنا مجموعه ديال الشباب من اقليم قلميم بيزاكارن افران. هذا النشاط ممكن نقولوا بانه كانت مجموعه ديال الصعوبات خصوصا في التنظيم ولكن هاد الصعوبات ما يمكنش نقولوا بلي ما كانش شي نشاط عند اي شي جمعيه ما تتواجه الصعوبات ولكن الحمد لله تمكنا اننا نتجاوزوا وننجحوا هذه التظاهره كما لاحظتوا طيله اليوم جميع الانشطه وجميع المراحل ديالو من الانطلاق والى الوصول ثم الامسيه الفنيه اللي كاينه دابا. وختاما غادي نقول لكم سلام الله عليكم وكنتمنى الحلقه تعجبكم وما تنساو تبارطاجيو على جميع يعني المواقع الاجتماعيه. كنشكروا كل من جريده العبور الالكترونيه وجريده غادي تكون يعني ورقيه مستقبلا وغادي يعني تكون يعني عليها يعني تتبع البرنامج ديالنا. تحياتي لكم وشكرا والى اللقاء. Seni özlem ile bekledik durduk Mutluluğa dair hayaller kurduk Ne güzel ne özel ne kutlu bir gün Kardeş kucaklaşır kardeşle bugün yüzümüzde